بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع جراند ستريم واي فاي، واليوم حنشوف كيف فينا نعمل ريجستريشن، نلاقي الواي فاي ونسجله ونعطيها شوية تيك انيشال كونفيجريشن. تمام، بس اول طريقة حستخدمها بطريقة الماستر اند سليف. اذكركم، قلت لكم انه هاي الواي فاي فيها بيلت ان كنترولر، يعني تقدر هي تكون واحدة ككنترولر ماستر والباقي كلياتهم سليف. كم العدد اللي انا بقدر اعملها؟ كان 50. بقدر اعمل هاي القصة على 50 جهاز زي هذا، اكسس بوينت زي هذا. حلو كتير. طب انا كيف ممكن الاقي الاكسس بوينت؟ انا هلا بالضبط كيف عامل؟ نفتح البينت، عندي تنتين اكسس بوينت وفي عندي سيسكو سويتش بي او اي، مش لازم يكون سيسكو، اي سويتش بي او اي، وعندي جهاز اللابتوب تبعي. جميل جدا. طيب اللابتوب متوصل بالسويتش والاكسس بوينت متوصل بالسويتش، حلو، وهذا السويتش متوصل على الراوتر المكتب عندي وطالع على الانترنت. حلو جدا. والشبكة تبعتي أنا عندي هون، خلنا نقول له هون سويتش، وهذا لابتوب، وهذا access point 1، أو خلينا مثلا نقول له ماستر، حتكون بغض نظر هلا مين ماستر أنا مش عارف، و access point slave، يلا بغض نظر ماشي الحال. طيب أنا برينج الشبكة عندي هو 188.188.0/24. طب كيف انا ممكن الاقيها؟ في عندي طرق. اول طريقه، فيك تروح على البراوزر بالضبط تقول له هيك https، تحط له اثنين كولوم ماشي الحال، تقول له gwn_، بتحط له الماك ادرس تبع الواي فاي، خلينا نكبرها. اوكي، الماك ادرس تبع الواي فاي دوت لوكال، وبتقول له انتر. من وين بجيب الماك ادرس تبع الواي فاي؟ لما تقلب الواي فاي عندك، خليني اشوف هون، شايف هاي القطعه اللي هون، هاي بيكون مكتوب عليها الماك ادرس تبعها، وبيكون مكتوب عليها الديفولت اس اس اي دي اللي عندك اياه، والباسورد اللي بتقدر تفوت عليه. حلو، فمعناته عندي هون الماك ادرس، وعندي الديفولت اس اس اي دي، وعندي الباسورد موجود هون، وكمان بيجيك كارت صغير موجود عليه هون عشان اذا بدك تحب تلزقه باي مكان او شيء، ولما تعمل دوكيومنتيشن تبعتك. ممتاز جدا، فبقدر اجيبه من هون. طيب وجعت راس، اكيد وجعت راس لما يكون في عندك عدد وجعت راس. طب الطريقه الثانيه، في هنا عندن لو قلت له جي دبليو ان Discovery Tool، خلينا نقول Tools Grand Stream، بس أول واحدة، فحنلاقي هون بقول لك إذا بدك تشوف الفريموير، حنحكي بموضوع الفريموير الأبديتد، نشوفه من هون. أنا بيهمني الـ GWN Tool، هاي اللي هون، ولا GWN Manager اللي هو المانجر اللي قلنا بننزله على software وحط لك الريليز تبعه. انا بهمني جي دبليو ان ديسكفري، تعال ننزله مع بعض، انا ما منزله قبل هيك. نزل، قول له شو ان فولدر، ممتاز جدا. اعطيني، خليني اقول له اكستراكت فايل، قول له اوكي. ليش هي صغيره؟ ماشي الحال، ففتنا عليه هون، لقيته، نعمل له سيت اب، نكست. جي دبليو ان ديسكفري، قول له ماشي، قال لك هخزنه هون، قول له خزنه ما فيش مشاكل. طيب قال لك هون installation completed، هو صغير، نزل لي شيء هون على ما نزل لي. طيب تعال نشوف لي، قول له GWN discovery tool app، تعال نفتحه شوف شو القصة. حلو كتير. خلينا بس نجرب نعمل scan. قول له allow،
سكان مرة ثانية. منتظر قليلا. طيب تقريبا هو ما دق لي شيء. ليش؟ لأنه أنا بالضبط مش عارف شو ال أوكي. أنا الكابل اللي واصله على السويتش مش مفوته عندي على الشبكة، فأنا واصل اللابتوب تبعي أصلا واي فاي. أنا عندي أكسس بوينت واصل واي فاي. طيب خليني بس أضبط السيت أب وأجي. تمام، إذا عملته بس طفيت الواي فاي ووصلت اللابتوب تبعي على نفس السويتش اللي موصلين عليه الأكسس بوينت. أوكي، حسب الدايجرام اللي رسمته لكم إياه هون على هذا الدايجرام. أوكي ماشي الحال. فلو نعمل سكان على السريع بيطلع لي 2. طيب أنا بدي أوضح معلومة هون. تعال نشوف الـ IP address تبعي كم تبع الجهاز. قول له IP config. شوف أنا حاطط 192.168.100.44. أوكي هذا السبنت تبعي. شوف الديفولت تبعه 1.2.1.2. لهلا ما عمل لك كونفليكت. ليه؟ اوكي هو حاطط لك الاي بي ادريس هون، بس اليوم انا بس عم بشتغل على مستوى السويتش. السويتش لاير 2 المكات مختلفه. حلو خلي كثير. طيب قال لك الفيرجن تبعه هون، وقال لك الاثنين التايب تبعا سليب سليب، والنيم تبعه جي دبليو ان. طب خليني مثلا اجي امسك واحد واعمل الطريقه الثانيه اللي قلت لكم عليها. هلا انا لقينا هون بنتورك ديسكفري تول، لان انا فيني ادخل عليه من طريق الاي بي ادرس. حيلاقي عندي شويه مشكله عن طريق الاي بي ادرس، بس تمام. خليني اعمل طريقه الماك اللي قلت لكم عليها. تعال نشوف، نقول له فيني فايرفوكس. اذا قلت له https قلت له gwn underscore. تعبني هاي شوي، خليني اكتبها عندي C0 4 AG 85 63 64. أنا ضيعت شوي، عفوا كتبت غلط. C0 4 AD 74. طب أعطيني بس C0 4 AD 74 AD. هاي AD 85 53 64. حلو جدا. بس نجربها هيك نشوفها مظبوط. 85 53 64. قلو تمام، قلو دوت لوكال. هلا في عندي مشكلة. ليه؟ go back. اخلي شيء back https gwn underscore c0 74 ad 85 53 64. هاي كاب دوت لوكال. ماشي في مشكلة، خليني أشوفها حد أرجع. تمام هذا هو ما رضي يدخل. بفتكر لأنه في مشكلة وأنا مش على نفس السبنت تبعه. حلو كتير. طيب ممكن أعملها بطريقتين. ممكن لو قلت له روح على كنترول بانل نتورك عن انترنت. تمام نتورك عن شيرينج سنتر. ممكن اغير بس الاي بي ادرس تبعي على نفس الرينج،
او اذا انت قاعد بورك انفايرمنت وبدك اياه على نفس الرينج فيك تضيف اي بي ادرس ثاني. انا اقول 192.168.1 واحط له رقم 100 مثلا يصير متماسك مزبوط. اوكي هلا الشغله الثانيه انا كنت غلطان فيها الماك ادرس ما تكتب دوتس انا نسيت يعني اليو ار ال تكتبه زي ما هو. هلا اعتقد المفروض يشتغل حلو. انا ما جربته من قبل بس فكرت فيها منطقيا وهلا بقول لكم ليش. طب حتقول له accept the risk and continue. اوكي شايف هون في بقول لك مين هذا ماستر ولا شو هون لك ماستر ولا ستيب هذا اول شيء. طب شو اليوزر نيم شو الباسورد انا هلا مش عارف شيء. هاي مثلا كانت طريقه اذا بدك الطريقه الاسرع مثلا حابب افرجيك اياها. اذا بدك الطريقه الاسرع مثلا سكر هاي فوت لي على هون فيك تعمل له هون على تكبس على الايديت نفسه هو حيفتح لك اياه وتقول له اد حلو كتير. طيب اي واحدة هاي اللي عندي انا مش عارف انا ليش بفوت مثلا بالماك هاي اللي هي C074 هذول تقريبا نفس الشيء طيروا بالاواخر. اوكي فهي ال 64 انا اللي فايت عليها ال 64 هروح اشوف وين ال 64 اللي عندي الماك ادرس ال 64 وين ماك لا هاي مش 64 هاي ال 64 الثاني ماشي الحال. هاي هي عندي الماك اللي فيها 64 لقيتها. طيب كيف بدي اعرف الباسورد؟ الباسورد مكتوب عليها من ورا الاكسس بوينت اكد الواي فاي. طيب اليوزر نيم اول شيء ديفولت ادمن الباسورد اللي عندي راح احطه حسب ما هو مكتوب. طبعا هذا كان يشيل فيك تغيره على طول لازم تغيره. بقول لك بدك هي ماستر ولا ستيب. اذا انت مقرر هاي هي تكون ماستر وانت عم تعمل اعدادات خليها ماستر قول له ساين ان. عم بيعمل لودينج اول شيء. طبعا احنا زي ما اتفقنا انه الضوء بيكون بالموف بلون موف اول ما يكون مش عامله. هلا بس ابلش هيك اعمل الاعدادات عم بيعمل لودينج داتا غير الضوء عندي للأزرق. أوكي بس عشان تكون مواكب الأمور تأخذ لشوية وقت. هلأ قال لك Network Error قل له حلو. هو بس اللي حيطلبه منك هو مرة تانية إنك يا تعمله Sign In وبنفس الأغلب ما راح تزبط ولا راح تزبط معنا. أوكي قال لك Network Error قول له ما فيش مشاكل. هو اغلب انه الماستر بدك تسكر البراوزر ترجع تفتحه. يعني مثلا لو انا سكرت هون رجعت فتحته من هون فشوف طلع لك اياها من دون هو ماستر ولا ستيت. قول له حلو قول له ادمن وحط الباسورد مره ثانيه هو عندك اياه فور انا عم بجيبه من ورا الاكسس بوينت بابا. ممتاز جدا دخلنا عليه ولا لا. هلا بقول لك في سيت اب وزر بدك تروح عليه هذا عشان الشغل السريع. انا ما بحب هذا الكلام انا بحب اقفله واتفرج على الداشبورد العظيم اللي صار عندي. هلا هون عم بعمل لك سيرفيس ستاتس شغل لك سيرفيس ستاتس كلياتها طلع دخلك على الاكسس بوينت شو هون صار عندي اي دخلك هون على الاكسس بوينت قال لك انت عندك اكسس بوينت واحد جميل. وخلينا نروح على الاس اس اي دي. عندك اس اس اي دي اللي هي الوحده الديفولت هاي اللي حطيت لك اياها. الفيلان انت مش معرفه الواي فاي اب يعني هو اب الواي فاي يعني حتى مثلا لو جيت اشوف ال انا كنت فاتح الكنترول بانل فيني اروح على الواي فاي من هون ستر بلاش قول لي كنترول
كونكت معطيني النتورك، بقول له كونكت تو نتورك. المفروض هون انا اشوف، هي شوف لقيت انا اصلا اثنين، جي دبليو ان تبعت الواو سي بالماك ادرس، والثانيه هاي الموجوده. حلو، وانا على هاي اصلا شغال، فيني اعمل كونكت عليها اكيد، بشوف الديفولت باسورد بس ما بدي. اوكي، فهاي هي الديفولت اس اس اي دي اللي طلع لك اياها، طلع لك اياها بالاسم. طيب قال كلاينت اي بي ادرس بريدج، اوكي هلا كيف فينا نغيره؟ من له هون بالاعدادات اس اس اي دي، غير لي اياها، شو بدك اياها مثلا؟ سميها مثلا ميعادي على اسم عندي الكلاينت اي بي اس، بقول لك بدك اياها بريدج ولا نت؟ خليها بريدج مبدئيا. اذا عندك فيلان بتحط الفيلان، بقول لك شو الفيلان تاج تبعك، بدك تكون طبعا مظبط على السويتش والراوتر الاس اس اي الاس بي اي وشباب الشبكات اللي شغالين. قال لك اس اس اي دي باند ديوال باند، بدك تشغله ديوال باند ولا 2.4؟ لا لا خليه ديوال باند، ليش لا؟ السكيورتي دبليو بي اي 2 ولا اي نوع سكيورتي؟ دبليو بي اي 2 بي اي 3، انا مبدئيا خليه على البي اي 2. اوكي، الكي تبعه هو بي اس كي، حيكون مود ماسك. الانكربشن تبعه اس، تمام خليه اس. دبليو بري شيرت كي هذا اللي انا دخلته من ورا، فيك تعدل حطه اللي بدك اياه، تمام. طيب 802.1 disabled، اوكي enabled، هاي كانيشل ادفانس. هذا بدك اس اس اي دي يكون هيدر مش موجود، انت تدخله بيدك، ممكن تعمل هذا الشيء بالبارك عليه. اوكي كلاينت تايم اوت خليها enable HR كذا كله خليه، بس اتاكد من الباسورد اللي انا حطيته اني ناسي. تمام، قول له سيف، قول له اندون سيف. You have 13 changes not applied، قول له apply يا اخوي، ما فيش مشاكل عندك. هون بدا شو عم بقول لك الكنترولر وكذا مين السيرفيسز، هاي ياخذ وقته. طبعا هو قاعد شغال عندي ده، بس خلص وضعه، خلص قال لك applying successful، قول له حلو. طيب وبعده اللون عندي ازرق، فخلص الامور طيبه. هتلاقي حيواجهك وانت بالست اب لون اخضر، اللون الاخضر هو بس عم بيعمل بوتينج، لما اول ما تحطه بالسويتش هو عم بيعمل بوتينج اخضر، بعدين ما عاد تشوف. طيب رح اقول لك انت هتشوف. طيب هلا هون صارت الاس اس اي دي معي، يعني لو انا فتت على هون وقلت له كونكت تو نتورك، فصار هون لازم اشوف معاري هي. حلو، ممتاز جدا. طيب تعال انه نظبط الثاني، الثاني منيح نظبطه. تعال لو رحت عليه هون قلت له اجى دورك، قال لك واي فاي اكسس بوينت واحد، بس ليش فتحها اصلا؟ SSID. هلا ليش هو عم بيعملها هيك؟ لا ادري، ما المفروض يعمل هيك. بس سعيد اشوفها. اوكي باندويث دي هو باند بريدج كلاينتس، طبعا ما فيش حدا شابك عليه. راديو سكيورتي، طيب امور طيب. سكر لي سيشن، خلينا نشوف اذا بده بيجي سيشن ثاني. مفيش مشاكل، هنطفيها كليا. خليني اروح على هلا افتح من هون. هذا هو مصمم بس، تمام. خليني اسكره وافتحها عن طريق الماك ادرس.
ماشي، هذا نوع من انواع مثلا ترابل شوتينج واللي بتحصل معك، فخلينا نمشي الامور يعني واحده واحده عشان نشوف. هنا نقطع عن طريق الماك ادرس. الماك ادرس طبعا حيكون HTTPS. انا عارف وين المشكله تقريبا، بس خليني بس اتاكد اذا في طرق ثانيه. HTTPS GWN underscore اعطيني الماك ادرس تبعه اللي هو C07AB855 1CC.local. ظهر هو مش حيدخل عليه، انا عارف المشكله، المشكله هي duplicate الاي بي ادريسز. انت لازم اول شيء تعمل الاي بي ادريس، لانه هو عم بيروح عم بيشوف الاي بي ادريس عم بفوت على اللي انت عامله configuration، عشان هيك مع انه هي بس بعدها باللون البيربل يعني. طيب خلينا نروح وين نشوف النتورك عندي هون سيرفيسز. لا مش تمام، خذني على الاكسس بوينت كونفيجريشن، هي حنلاقيها هون. هون بيقول لك وين اللي هي ماستر والاي بي ادرس تبعها هيك، والمعلومات عنها والفيرم وير، وشغال 5G على شن 149. قول له تمام، اعطيني بس قول له ادت. هذا بس غير لي مثلا، خلي على سبيل المثال 120. طيب الجيت واي اذا بدك تحطها، انا ما بدي اطلعها على الانترنت، بعدين بغيرها بخليها على نفس الواي فاي تبع المكتبه عندي. بس هلا خلينا نشوف. اوكي بعملها 120 والسيف الجيت واي بدي اياها لاين 192.168.1.1 ماشي دي ان اس 192.168.1.1 خلاص بلاش فيش عندي. أقول له أبلاي، هلا عم بيعمل أبلاي هون على السيتنجز، عم بغير الأي بي أدريس طبعا. تمام يلا، فأنت فهمت شو المشكلة كانت؟ إحنا الاثنين ماخذين نفس الأي بي أدريس، فلما عم بكبس عليها هو عم بروح عم بشوف الأي بي أدريس طبعا. طيب فما عم بلاقي نتورك ايرور. ليش؟ ما شو غير؟ ما غير؟ لا سكت لي اسمه. تشينج شو النتورك ايرور بالضبط؟ هاي كان الاي بي ادرس تبعه هون. طيب ما مشكلة سكروا. خلينا نروح نعمل سكان تاني. هي صارت عندك 120. لما بدك تفوت على هون بفتكر بفوت، شايف من اول وجديد على هاي التاني الاكس. اول ما غيرت الباسورد شوف طلع لك اياه، لك ماستر كذا نفس الاعدادات. طيب قول له ادمن، خليني اقول له الباسورد تبعه هو شو. هاي انا بالتاني هلا ها بعملها ستيل. ماشي بقول بدي فيها ماستر، هالمرة هيخليها ستيل، كله حيكون ستيل لإلي. قول له ساين ان، بقول لك المانجر ادرس او مانجر بورت، مين الادرس تبعه؟ لو حكينا قلنا 192.168.1.120 مثلا، او هون بده ماك ادرس ولا اي بي. هلا لو دي اس بي اوبشن 43 اوفرايد مانجر ادرس، قول له اذا بدك. ابلاي سكسسفولي ماشي. بعد ما ابلاي سكسسفولي شوف ما عندي الاوبشنز اللي كثير اللي اقدر افوت عليها هون واعمل زي ما كانت. طيب لو انا هلا قلت له سكان بلا سكان، هو
يجبرني على 120. اوكي تمام. ادمن احنا غيرنا الباسورد احنا غيرناه بعدين نقول له على طول قال لك في عندك اثنين اكسس بوينتس. ليش؟ لانه هذا هو الماستر وهذا هو الستيب. خلينا نفوت على بقلب الاكسس بوينتس بقلب الكونفيجريشن خلينا نشوف شو في عنا. اوكي هذا الماستر هون والستيتس في عندنا بالي هذا الماستر. طب وين الثاني اللي انا طلعه؟ خلينا نشوف على الكونفيجريشن لأن الموضوع ما عندي إنترنت فالموضوع صعب شوي بس تمام. أنا جوا الكونفيجريشن هون. طب لو أقول له كان ترانسفير أكسس بوينت إذا بدي أوديها مثلا للكلاود، لا كان ديسكفر أكسس بوينت. ليش ديسكفر؟ لأنه هلا هون لما أروح على الأوفر فيو أنا بلاقي عندي تو أكسس بوينت، وان بالأونلاين مود وان بالديسكفر مود، حتى الضوء اللي عنده بعده موف عشان هيك ما عم بقدر الاقيها. لو رحت على الكونفيج ديسكفر اكسس مود الاقيها هون. اوكي شو عم بقول لي؟ عم بقول لي cannot discover access point with frame where lower than 1.015x when legacy TLS compatibility is disabled. تمام. Wired. Okay. Action. Action. Yeah, very soft brandy. اختفت. هذا عم تضوي بتطوي أزرق. خلينا نشوف لما تصير stable. أنا بهم تكون لون أزرق عشان تكون online. هذا صارت. أزرق. Okay. ممتاز. صارت هون. بس معطيني status تبع offline. طيب خليني أنا نشوف ليش offline. صار في عندي هون online one، عندي اثنين access point، واحد online، أستنى ماشي هذا هي offline بالزاوية أزرق. أنا بروح على configuration شوف ليش هي offline. فينا نعمل له modify لا، أقول select. أوكي. هلا firmware نفس الشيء ما بعرف زادا. شو هاي هون؟ on delete per device لا ما بديش أعمل deletion. Upgrade. Please select some online devices. Okay, I don't show online devices. If any should go, I'm the reboot. Camera with I'm the reboot. Immediately.
طيب هاي المشكلة مش لازم تحصل، خليني أشوفها. طيب بعد أوفلاين عنا، هاي من الأغلاط الشائعة اللي هي شو؟ اللي هي لما دخلت على وين راحت على هاد وحطيت له الاي بي ادرس تبعه وقلت له سيف وقال لي سكسسفولي. فهلا هاي المشكله هون بجراند ستريم. فلما حكينا مع سبورتس اكثر من مره وكذا وهيك، فطلع الموضوع هون، وانا صراحه حاولت اكتشف الموضوع اكثر، فلقيت لما اخلي الكنترولر هو اللي يكتشف السليف بتزبط معنا وبتشتغل. اما اذا انت بدك تفوت عليها عن طريق الماك ادرس زيها وقال له لا انت سليف، وقال له الاي بي ادرس تبع المانجر هون، حيعطيك دائما اوفلاين حتى لو عملت ريفرش وحتى لو عملت ريستارت للديفايس. طيب انا اللي حامله هلا حرجع اعمل ريسيت للديفايس وحخلي الاكسس بوينت، وحاول اخليها اونلاين يعني، بس ححط الفيديو على البوز. تمام صارت عندي هون اونلاين، انا ما عملت ولا اي شيء، بس عملت له ريسيت. اجى على طول هو عمل له ديسكفر واكتشفها. ولو عملت له ريسيت ولقيتها مش معموله ديسكفر، يعني معموله ديسكفر بس مش موجوده، على طول هتروح على الكونفيجريشن، هتقول له وين كانت ديسكفر اكسس بوينت، بس من دون ما تحط له اليوزر نيم والباسورد. شوف حتى هاي هلا بطلت، يعني هلا قلت له هون انتر، رجع لي حيرجع لي اياها لطبيعتها. فانت غلط انك تعمله من هون وتقول له سليف، مش راح تمشي. فخلي الكنترولر هو اللي يكتشفها وضبط الامور. طيب ممتاز، تعال نفوت على الاس اس اي دي. هلا عندي اس اس اي دي ما عارفها، حتى الثاني اخذ الاس اس اي دي اللي انا عملته، خلاص عم ياخذ اوامر من الكنترولر. طيب كلاينتس، ما عندي ولا كلاينت، خليني اجرب بس من موبايلي اعمل كونكت على الاس اس اي دي معاري اللي اخترعناها والواي فاي. قال لي مزبوط لقيت معاري، حط الباسورد. عم بيحاول يتصل. تمام ما قادر يشبك عليه. خليني اروح هون على بقلب السيرفيسز على دي سي بي سيرفر، لانه ما نفع الدي سي بي سيرفر عندي. فهون ممكن اسميه اي شيء اللي بدي اياه، بعمله انيبل. اي طيب الدي سي بي ستك سيرفر هذا هو تبعي، الدي سي بي سيرفر سبنت هالقد. الستارت خلي مثلا الستارت هو 192.168.1. وليكن 50. ودي سي بي اند خلي مثلا 90. يلا الليست تايم هلا ادي الاوبشن، خليها من دون اوبشن مبدئيا. جيت واي يعطيني جيت واي 192.168.1.1. Prefer DNS، طبعا انا ما عندي انترنت، انا بس عم بفرجيكم الخطوات عشان انا ما هذا هدفي، هدفي الكلاود. اقول له سيف، اقول له apply changes. تمام خليه خلص apply changes عندي. اوكي فصار في عندي enabled وكل شيء ماشي. قول للكلاينت تمام شبك عندي هون، ممتاز جدا. هذه هذا الماك ادرس اللي شابك، هذا كلاينت، هلا موبايلي انا شابك عليه. وفي عندي انا بالكلاينتس ها، وفي عندي تايب وايرلس ومعطيني اي بي ادرس 155 من الرينج. هلا كالراديو شابك على ال 5G وماخذ الراديو الفلانية للشانل الفلانية. الستاتس اونلاين بعطيك التايم تبعه، اسير شابك على اس اس اي دي معاري. الاكسس بوينت اللي شابك عليها انا سي سي، اوكي فهو بيختار اقرب اشي وافضل اشي. يعني اذا عندك اكسس بوينت مليانة شانل
وفي عندك عشان وقريبة عليك، في عندك شانل تاني مثلا هي بعيدة شوي يعني بس برضو انت جايبة، فابو ممكن يشبكك عليها هاي اوتوماتيكلي، فهاي مثلا من وظيفة الراديو. وقايد لك مثلا تي اكس اللي هو الترانسميت والريسيفينج تبعه، بتحب تشوف مثلا ادت، تحب تشوف شو الموضوع كلياته كمان بتقدر تشوف. فهذا هو باختصار. فكان لازم تعمل دي اس بي سيرفر، بعدين بعلمك كيف تعمل دي اس بي ريلي ايجنت. يعني اذا انت عندك دي اس بي سيرفر، انت ما بدك الاكسس بوينت هو اللي يوزع اي بيات، انا عندي سيرفر وهو الدي اس بي، فاكيد بقدر اخليه بعمل دي اس بي ريلي ايجنت. هذا بخصوص بس الماستر اند سليف، ما راح اغوص كثير بالتفاصيل. الفيديو اللي جاي حيكون على كلاود، هو الطريقة اللي انا بفضلها والطريقة الافضل عشان اقدر اعمل كونفيجريشن من برا لجوا. طبعا هون لو بس قبل ما نسكر لما نشوف هون الاوفر فيو، هون فيك تشوف الماستر اند سليف كمان الاوفر فيو بياخدك عليها. بقول لك الكلاينتس عندك 1 كلاينت، طيب تعال خدني على الكلاينت اكبس هون، هيعطيك على موضوع الكلاينتس كله من الداشبورد وسريع. يعني شوف الكنترولر كيف سريع، اول ما اكبس بيصير هون توب اكسس بوينتس، وبعده ما عمل توب اس اس اي ديز، يعني اكثر اس اس اي دي مستعمل، اكثر اكسس بوينتس مستعملي، وتوب كلاينتس اكثر شيء عم بيستخدم. فطبعا هدول بيعمل له كولكت كل شوي، بعدين بس يجمع معلومات بيجي بيضيف لكم اياها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوا تدعمونا بالسبسكرايب لايك وشير، وانتظرونا بالفيديو اللي بعده الاهم، وان شاء الله بتشوفوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.